السلام عليكم خوتي خواتاتي. فجيت باش نذكركم باننا باقيين مواصلين ضد الروتين المشبوه المعروض على قنوات على منصة اليوتيوب، وكنطالبوا يعني بالانضمام لنا لجميع القنوات صغيرة كبيرة. المهم الصوت ديالنا يسمع للجميع، يوصل يعني للمسؤولين باش يشوفوا من هاد الشيء، لان هاد الشيء راه لا يعقل. هاد الشيء فاض الكات فاض، يعني ولينا كنشوفوا شي امور اللي هي خايبه وخطيره. هاد الشيء ما من صلاحتكم نتوما كمتفرجين ومتتبعين للقنوات، ولا حنايا كذلك من ماشي من صلاحتنا اننا نكونوا في منصه اليوتيوب ومعنا اش نقول لكم ساقطات فاجرات، يعني كيشوهوا بسمعة البلد ديالنا. اش نقول لك حاجه تقول تكوني اختي، ما نقدرش نقولها لك. نقول لك يا اختي، اش نقول لك اختي، هي مسخه. حاشاك سيري اختي، سيري شي قنط اخر، سيري شي قنط اخر دير فيه وسخك. عطى الله المواقع الاباحيه تمشي ليها، ولا هذا اش هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوا؟ هذا الشيء راه لا يعقل اننا كنشوفوا. راه حسبي الله ونعم الوكيل، هادشي راه كيضر في الخاطر. راه عندنا وليدات وعندنا بزاف، راه اليوتيوب راه ماشي غير ديال الصغير وديال الكبير وديال كلشي. باش انت او انت تدخلي حتى يتصادفي بفيديو طالع عليك، ودابا حتى الا بغى يدير واحد روتين يومي مثلا ديال الناس، راه كاينين قنوات يعني دايرين الروتين ديال اليومي العادي، كيشاركوا المتتبعين ديالهم المتتبعات ديالهم، يعني شنو كيديروا داكشي. ولكن كتفاجئ ملي كدير في لا ريغيرش ديالك الروتين اليومي، كيخرجوا لك هذاك الشيء الفضائح. فضائح ماشي فضائح، هكا وارد يعني. راه الشوه، راه الفقصه، راه اش نقول لكم، راه لا اله الا الله. يعني صافي راه قربنا نستسلموا ونرفعوا الرايه البيضاء. يعني شنو اللي كيبين هذا الشيء؟ كيبين المراه المغربيه كامله هكذا ولا شنو؟ هادشي راه لا يعقل. هذه راه فضائح خايبه هذه، يعني الا بقى بنادم ساكت هادي اليوم غدا هادي وبعد غد ليه يجيبو يمثلو داكشي ديريكت مباشرة مع الرجال. يعني راه كلشي بان، كلشي ظهر، كلشي شفناه. واش بقات غير حاجاكم الممارسة اللي غتكون ديريكت؟ راه حسبي الله ونعم الوكيل هادشي اللي ولينا كنشوفو. المشكلة انهم زادوا فيه. سمحوا لي كنزيد العدسه ديال كاميرات الهاتف فين كتشوف، ولات كنشوف هذا الشيء بكثره. سميتو ما نكذبش عليكم، هذا الشيء راه كثير، لانهم طغاو حتى لدرجه انهم ملي شافوا الحمله يعني عليهم عاد زادوا هما فيديو مورا فيديو، عاد كيزيدوا فضيحه مورا فضيحه. فخوتي خواتاتي، فغير يعني ما بغيتش نقول لكم سيروا وشوفوا هذيك المنصه وغادي تشوفوا ديك الشوهه، يعني راه يرتلها تشويه. يعني راه تنعرفوا حنايا يعني كيوتيوبر يعني كنشوفوا بزاف ديال الاجناس والعروق وكنتعاملوا مع الناس، فكيسولوك اشنو هذا الشيء اللي واقع عندكم؟ وهذا راه ما شفناش هذا الشيء يعني في شي يعني ما بانتليش في شي دول اخرى. هادشي راه فاضح حنايا، هذا الشيء اش هذا المستوى الدنيء. وحاشا حاشا لله ان تكون يعني المغربيات، انا كنعرف الحمد لله في كاع في الوسط ديالنا وهذا كنشوفوا المغربيات سميتو يعني شريفات عفيفات محصنات وداك الشيء، ولكن اش هاد الوسخ، اش هاد الفضلات. انا شفت وحده مع امها لا يعقل، امها مبنده وجالسه ومخليه البنت تدير، وهذا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم الى يوم الدين ما حشمتوش. قلنا يعني مثلا كاين اللي كدير شي فضيحتها وكتستري عليها كنقولوا بيهديها، ولكن نتوما خرجتوا ديريكت ليه سيروا يا ربي يشوهكم في الدنيا والاخره ويحرقكم في الدنيا والاخره ان شاء الله يا ربي. حسبي الله ونعم فيكم ونعم الوكيل فيكم الى يوم الدين. هادشي راه بزاف، راه ما تسكتش عليه. راه اي واحد راه يدخل ويشوف داك الشيء راه غتشعل فيه العافيه، خصوصا اش نقول لكم الناس الاحرار، يعني المغاربه الاحرار اللي ما غاديش يعجبهم هذا الشيء. يعني ما شفتوش انا فشي بلاصه اخرى لحد الان، هاد
الكلاب هاد الكلبات هادو هادو الكلبات هادو الحمارات قليله الحيوق قليله الاصم، حاجه انك تكوني مغربيه، حاجه انك تكوني قليله تكوني بنت الاصل. فبنات الاصل ما يديروش، حتى لو سولت لهم انفسهم كيتفكروا اصلهم وكيتراجعوا. انتم قلالين الاصل، يعني هذا الشيء الله يستر العاقبه على خير. يا اما انتم بنات الزينه، هادشي اللي كيبان ليا، حيت بنات الزينه حاجاكم هما اللي كيديروا هادشي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. فكما كنشوفوا في اغلبيتهم تيكونوا في الدول الاوروبيه، وشي وحدين يعني كاينين اكثريه كاينين في الوسط في المغرب وداكشي. وهادشي مشكله زادوا فاض في ايام ديال الوباء، يعني في كورونا، يعني فاش في هذا الوباء اللي الله سبحانه وتعالى عطاه لينا باش نتوبوا، باش نرجعوا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. يعني اش نقول لكم، لا اله الا الله، ولا بنادم لا زاد فيه بين على الخبز ديالو. فهبت نقول لكم ان هذه المنصه اليوتيوب فهي ليست للاباحه الجنسيه او ما شابه، فهذه منصه باش الانسان يستفيد منها. يعني فيه كما قلت في الفيديو السابق، فاليوتيوب فيه ترفيه، فيه كوميديا، فيه بزاف ديال الحوايج، وما فيهش ما معمولش للفساد. وباش ناكد لكم، اي حاجه يعني كتكون فيها اباحه جنسيه فكنعملوا لها سينيال. فخوتي خواتاتي اللي ما عارفينش السينيال، فالفيديو كيكونوا فيه ثلاثه نقاط، يعني كتسينيال الفيديو ولكن كتقول اشنو كيعرض. كيعرض مثلا فمنها كيقول لك واش إساءة جنسية أو إباحة جنسية مهمة كتكون مكتوبة فكتسينيالي به. فحسبي الله ونعم الوكيل، فهاد الشيء ما نقدروش نشوفه. راه ولدك، ولدي، بنتك، بنتي، خوك، اختك، عمتك، أي حد بحال هكا، فما تبغيش يطلع لي بحال هكا، خصوصا الأطفال وهذا. فحسبي الله ونعم الوكيل. شحال من واحد كيعطي لطفلو أنه يعني يشوف شي شوية، يشوف شي فيديو، غادي يدخل لي شي فيديو من دوك الفيديوهات تماك، فمنكذبش عليكم. فاحنا كنطالبوا من القنوات، لا صغيره لا كبيره، لا اي واحد صوته يعني او عنده مثلا مشاهدين متتبعين كبار، فهنا فين يكون يعني التضامن، هنا في هاد الحاله هذه، هنا فين تبان يعني القنوات الاصليه، قنوات اللي كتحب بلادها وكتحب الخير لبلادها. وسميتو هنايا في هذه النقطة هذه لمحاربة هذا الفساد. اش نقول لكم، هذا الشيء راه شنيع ذريع، يعني ما يتقبلوش الانسان الحر. هذا الشيء اللي كاين خوتي خواتاتي. سمحوا لي طولت عليكم في هذا الفيديو ولا شي شويه توترت هذا، فهاد الشيء كثير لانهم راه غير اليوم راه حطوا الزبابل ديال لي فيديو، يعني راه اش نقول لكم، يعني ضد فيكم وهذا. فحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وهذا الشيء اللي كاين always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Yeah.
bodyless.